بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة طيبين. هنبتدي النهاردة في موضوع جديد ومهم، اللي هو ال pregnancy delivery and abortion، medical legal aspects بتاعتها. موضوع سهل جدا ومهم في نفس الوقت، مش هتلاقوا فيه صعوبة جامدة خالص. دي أول حاجة ال pregnancy. ال pregnancy من الاسم هو الحمل. طيب ايه صورتنا احنا بالحمل؟ ليه احنا كطب شرعي بنتكلم على موضوع البريجنسي مش ريليتد للنساء مثلا؟ لان في جزء ريليتد للطب الشرعي، هو ممكن يحصل ديسز في حالات الحمل، ممكن طبعا. طيب ايه هو الموست كومن كوز اوف ديس اسوشيتد مع البريجنسي؟ يعني البريجنسي ممكن يؤدي الى كوز، يؤدي الى الوفاة. ممكن يعمل لي سيفير هيموريدج، الهيموريدج ده يؤدي الى الوفاة. ممكن يدخل الست في هايبرتنشن فيؤدي الى الوفاة. ممكن يعمل انفكشن، ممكن يعمل امبوليزم، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده على الامنيوتك فلويد امبوليزم، او يدخل في ابورشن لا قدر الله يحصل لها اجهاض، والاجهاض ده يؤدي الى الوفاة. كتير جدا ستات بتموت من الابورشن. او ديس اسوشيتد وذ سيرجيكال اند اناستيك بروسيدجرز، دخلت العمليات، تعرضت لجراحه واناستيك بروسيدجرز، فبالتالي حصل لها الوفاة. يبقى دي الحاجات causes of death associated مع البريجنسي. طيب بين الميديكال ليجال ريزونز فور دايجنوزس اوف بريجنسي، يعني ليه انا هبقى عايزه كطب شرعي اشخص البريجنسي؟ في حالات كثيره، مثلا في حالات الطلاق، حالات الديفورس، الهسبند بيأكيوز هيز وايف فور ادلتري، بنقول مثلا ان هي زنت، فبالتالي هي becomes pregnant مع ان الزوج استيرايل، يعني الزوج هنا عقيم وفي نفس الوقت مراته حامل، فبالتالي هو بيتهمها بالادلتري. طيب الوايف كمان، الوايف ممكن تقليج البريجنسي افتر ديفورس تو جيت الموني، عشان تاخد النفقه بتاعتها. هي تقول ان هي بريجننت بعد ما هو طلقها، ان هي بريجننت، فبالتالي تحصل على نفقه اكبر، ويبقى احنا في حالات الديفورس سواء للهسبند او للوايف. ايه تاني؟ في حالات الانهيرتنس، الميراث، الارمله تدعي البريجنسي، الويدو الليج البريجنسي، علشان توزيع الميراث يتاجل لحد ما هي تولد، نشوف ولد ولا بنته، فبالتالي التوزيع بتاع الميراث يتغير. هبقى محتاج اشخص واتاكد ان الست دي بريجننت. الاليجيشن اوف ريب طبعا، تدعي ان حصل لها ريب، فالبريجنسي افتر ريب بتزود الكومبنسيشن اللي هي هتاخدها من الفيكتور. الالليجيشن اوف ابورشن افتر اكوارل، يعني حصل لها خناقه، فبالتالي هي بتقول ان هي كانت حامل وحصل لها ابورشن من الخناقه دي، فبالتالي هعمل لها بريجننسي تيست وهتاكد ان هي كانت بريجننت، لان البريجننسي تيست بيفضل بوزيتيف بعد الابورشن. طيب ايه تاني؟ في حالات الانفانتيسايد، بروفينج ذات مادر ووز ريسنتلي بريجننت، هي كانت بريجننت وولدت وهي قتلت البيبي ده، ده معنى الانفانتيسايد، اللي هو كيلينج الانفنت عشان مثلا تخبي ان هي كانت اصلا حامل وان هي ولدت، فبالتالي عايزين نتاكد ان هي كانت بريجننت. في حالات الكابيتال سنتنس، الستات اللي هي بتبقى محكوم عليها حكومه الاعدام، فبالتالي هي عايزه تقول ان هي بريجننت علشان تاجل الحكم الاعدام ده لحد ما تنتهي من الولاده والرضاعه. تمام كده، يبقى دي الميديكو ليجال اسبيكتس اوف دايجنوزس اوف البريجننت. طيب انا هعمل دايجنوزس للبريجنسي ازاي؟ اول حاجه في بريسامبتوم ساينز، حاجات ساينز مبدئيه خالص بتقول ان الست دي بريجننت، السبريشن اوف المنسترويشن، المنسترويشن خلاص مش موجوده، المورنينج سيكنس اللي هي دراوزنس اللي بيحصل في الصبح، سمباثيك ديستربنس، بيجمنتيشن للسكن، ويورينري ديستربنس. دي اول ساينز بنلاقي. في بروبابل ساينز ثانيه اوف البريجنسي، حاجات في البودي نفسها، البريست هلاقي enlarged breast، الاريولا بتبقى dark مع appearance of secondary areola و follicles، بسميها المونتجمري follicles، دي عبارة عن follicles او tubercles بتظهر حوالين الاريولا ساعة البريجنسي. فانا ما بلاقيها بتأكد اكتر ان الست دي بريجننت. الابدومينال وول بلاقيه انلارجد طبعا، انلارجد ابدومن مع ابييرنس اوف لاينز، في الميدل لاين بلاقيها لاين اسمه بسميه لينيا نيجرا، وسترايا تبقى موجوده في السايدز اوف الابدومن بسميها سترايا جرافيديرا،
ودي بتبقى خطوط حمراء كده في الابدومن وبتبقى واضحه جدا، بس كل ده بيحصل نتيجه ديستنشن للابدومن، نتيجه تيرنج للساق في ميستيشن. الفالفا نفسها بلاقيها داركلي بيجمنتد، الميكوزا نفسها بتبقى دارك، الفاجينا بتبقى وورم وبتبقى فيها بالسيشن واكسس ميوكس سكريشن. دي كلها ساينز للبريجنسي، بس برضو مش اكيده، انا لحد دلوقتي ما وصلتش لساينز اكيد. الساينز الاكيد هنكمل كمان في دول الاول، سيرفكس كمان هلاقي سوفتنج لللور سيجمنت اوف ذا سيرفكس واكسس سكريشن. اليوترس بلاقي فيه ساين بسميها البراكستون هيكس ساين، ودي بتبقى كونتراكشن في اليوترس تبتدي بعد 6 اسابيع. خلاص يبقى البراكستون هيكس ساين دي كونتراكشنز بتبقى موجوده في اليوترس وبتبتدي على الاسبوع السادس. امال ايه هي اليوتراين سوفلي؟ اليوتراين سوفلي ده صوت الدكتور بيسمعه اما بيعمل اسكولتيشن للجرافيد فيميل، بيبقى نتيجه انكريز في الفاسكولاريتي اوف البلاد فيزلز، بيسمع حاجه اسمها يوتراين سوفلي ريفيرز تو ا ساوند هيرد اون اسكولتيشن اوف جرافيد فيميل. طبعا enlarged uterus اللي بيزيد gradually related to the period of the pregnancy. يبقى احنا قلنا الاول في presentum signs اللي هي stoppage menses، في morning sickness، في sympathetic disturbance، في urinary disturbance، وفي الساينز التانية اللي بتبقى في الجسم اللي هو هلاقي البريست هيبقى enlarged، وهلاقي stria gravidarum في الابدومن، وهلاقي softening للcervix، وهلاقي فيه سكريشن في الفالفا واليوترس. هلاقي فيه حاجتين، حاجه اسمها براكستون هيكس ساين ودي عباره عن كونتراكشن سبورادك كونتراكشن في اليوترس، وفي اليوتراين سوفلي الساوند اللي هسمعه مع الاسكولتيشن اوف اليوترس اوف الجرافيد فيميل. وطبعا اليوترس هلاقيه. طيب الشور بقى ساينز او الشور دايجنوزس اوف البريجنسي بعمله بايه؟ بتستنج. طبعا سهل جدا الحاجات دي، ان انا مش هستنى اما اليوترس ينلارج، ومش هستنى ان الابدومن يحصل استرايا جرافيديرم عشان اشخص ان هي بريجننت، ولا مورنينج سيكنس. الكلام ده كله حاجات مش اكيده. طيب انا ازاي اشخص اتاكد ان الست دي بريجننت؟ طبعا هعمل لها البايوكيميكال ميثود اللي هو الجرافي اندكس تيست او البريجنسي كات تيست، وده تيست بيعتمد على وجود الهيومن كاريونيك جونادوتروبين في اليورين، وده بيبقى بوزيتيف افتر 2 ويكس اوف الميست بيريود. يعني اخر بيريود عندها ما جاتش، هستنى اسبوعين وهبتدي اعمل الجرافي اندكس تيست. ده بيعتمد على وجود هرمونز اللي هو الهيومن كاريونيك جونادوتروبين. طيب ايه تاني؟ في الكلينيكال ميثودز بقى اللي هي بتبقى بوزيتيف باي ذا اند اوف ذا فورث مانث او 20 اسبوع، ان انا اشوف الفيتال موفمنت بعينيا او اعمل لها بالبيشن او اسمعها بالسماعه. خلاص طيب برضو دي حاجات متاخره. طب ما اعمل الترا ساوند يا جماعه، اسهل حاجه بقى اعمل الترا ساوند، ودي من اول شهر، ودي هتديني داتا كويسه قوي على البيبي وعن ميعاده بالظبط قد ايه وعمره قد ايه والبرزنتيشن بتاعه قد ايه، ولو في مالفورميشن مثلا في الفيتس وهو سنجل بيبي ولا دبل بيبي، يعني سواء حامل في طفل واحد ولا في توأم. يبقى ده الساينز بتاعت البريجنسي او ازاي اشخص البريجنسي، وليه اساسا اشخص البريجنسي، او الميديكو ليجال اسبيكتس اوف دايجنوزس اوف البريجنسي. خلاص اتاكدنا من البريجنسي، دلوقتي هنخش على الدليفري او الليبر. يعني ايه ليبر؟ هي بروسيس باي ويتش ا فايبل فيتس والبلاسينتا والممبرينز ار اكسبلد ثرو ذا بيرس كانال. يعني هي عمليه الولاده او خروج البيبي اللي هو الفايبل، فايبل يعني عايش، يعني يقدر يكمل الحياه بره رحم ام بمفرده. خلاص طيب الايدج اوف الفايبلتي ده امتى الطفل يقدر يكمل الحياه بره؟ بيختلف من مكان لمكان، بيبقى حوالي من 20 ل 28 اسبوع على حسب طبعا امكانيات المكان، الدوله اللي هو فيها يعني. فالليبر ذا بروسيس باي ويتش ا فايبل فيتس، ولازم يبقى فايبل، لان هو لو مش فايبل يبقى ما اسموش دليفري، ما اسموش ليبر، يبقى اسمه بري تيرم ليبر. يبقى الليبر از ا بروسيس باي ويتش ا فايبل فيتس والبلاسينتا الممبرين ار اكسبلد ثرو ذا بيرس كانال. احنا قلنا الفيتال فايبلتي بتبقى من 20 ل 28 اسبوع.
طيب ايه برضو الميديكو ليجال امبورتنس اوف دايجنوستس اوف ديليفري؟ برضو الانهيرتنس الميراث. ان الارمله قالت ان هي ولدت طفل والطفل ده لازم يورث. طيب تاني برضو في الانفانتيسايد، هي ولدت وخافت البيبي ده، فانا عايزه اتاكد ان هي ريسنتلي كانت والده، الست دي ولدت يا جماعه من فتره قريبه، فانا عايزه اشخص ده. والانتر تشينجينج اوف الانفانتس في الماترنتي، تبديل الاطفال في المستشفيات الولاده. طيب في ريسنت ديليفري يعني لسه والده من فتره قريبه، وفي اولد ديليفري والده من فتره كبيره. ايه الساينز اللي هلاقيها هنا وايه الساينز اللي هلاقيها هنا؟ الريسنت ديليفري طبعا هلاقي فيه فاتيج، في رابيد بالس، في بالور، في علامات بالور عليها. البريست اكزامينيشن هلاقيه سوولن، هلاقي في كولوستروم، في لبن اللي هو السرسوب ده موجود. الاريولا والنبل هلاقيها دارك. الابدومينال اكزامينيشن الابدومين بتبقى لسه لاكس، ما بتبقاش شد تاني، الماسلز لسه ما خدتش وضعها الطبيعي. برضو الاستريا جرافيديرم هلاقيها هي الشرط اللي كانت موجوده في الحمل، لانها تفضل فتره لحد ما تبتدي يتغير لونها. استريا دي بتبقى خطوط حمراء، شويه بتتغير بتبقى لونها ابيض. خلاص الاكسترنال جينيتاليا هلاقيها دايليتد ولاكس ورابشر ده من الولاده. ممكن الاقي البرونيال تير، التير من خروج راس الطفل، او ابيزيوتومي الخياطه اللي اتعملت ساعه الولاده، كل ده هلاقيه. الفاجينا بقى هلاقي فاجينال ديستشارج، مش الست بعد ما تولد بينزل عليها فاجينال ديستشارج. الفاجينال ديستشارج ده بيبقى بلادي في اول 5 ايام، وبعد كده بيبقى يلوش، وبعد كده بيتابير افتر 2 ويكس. كل الساين. طيب السيرفكس، السيرفكس هلاقيه هعمل له اكزامينيشن للسيرفكس. في الاول بيبقى دايليتد طبعا، بيادمت تو فينجرز، يعني اقدر دكتور النساء يقدر يكشف عليها ويشوف لو السيرفكس بيادمت تو فينجرز، يبقى ده لسه بعد الولاده على طول. افتر 1 ويك من الولاده بيادمت 1 فينجر، افتر 2 ويكس بيبقى كومبليتلي كلوزد. طبعا انا هحكم على كده، الست دي كمان ولدت من كام يوم، ولدت من فتره قد ايه. اليوترس كمان بيتحس، يعني اليوترس بيتحس على انه هارد جلوب، حاجة ناشفة تحت ايدي، فبعد الولادة على طول بيبقى لسه اليوترس واخد حجمه الطبيعي الكبير زي ما البيبي كان جوه، لان اليوترس بيكسباند مع الحمل. فلما بيجي بعد ما البيبي بيخرج ما بيرجعش الوضع الطبيعي مرة واحدة، لا ده في الاول بيبقى تو فينجرز اباف الامبلايكس، بعد اسبوع بيبقى ميد واي بتوين الامبلايكس والسيمفسس بيوبس، بعد اسبوعين بيبقى جاست اباف السيمفسس بيوبس. فبالتالي اليوترس على حسب حجمه برضو اقدر احسب الوقت الولاده ده كان من امتى. ده منظر الاسترايا جرافيديرم اهي، الخطوط الحمراء اللي بتبقى نتيجه الاسترتش للمصل والسبكتينيس تيشو. تمام. وده الدارك نيبل واريولا في الليت بريجنسي. طيب الاولد ديليفري بقى، واحده والده بقى لها فتره، هلاقي البريست تشينج سب سايد بات نيبل داركنينج ماي بريست. الداركنينج بتاع النيبل بيفضل شويه. الابدومينال تشينجز الاستريا دي الخطوط الحمراء دي بتتحول لونها ليه ابيض، فهتسميها لينيا البيكانس. الاكسترنال جينيتاليا ممكن طبعا السكارز بتاعت البرينيوم هتفضل موجوده. الليبيا بتبقى سوولن وذ رابشر اوف الفورشيت، لانه خلاص حصل له رابشر. ايه تاني؟ السيرفكس ان ذا بيرس وومن، مهم قوي شكل السيرفكس، شكل الاكسترنال اوس بتاع السيرفكس يبقى عامل ازاي. لو واحده والده هلاقي السيرفكس شكله، فتحه السيرفكس هلاقيها ترانزفيرس او سليت شيبت، والسيرفايكال ميكوزا بتاعتها سموث. يعني هي مهم قوي ان ممكن يجي يقول لك ايه، قول لي الفرق بين شكل السيرفكس في البيرس وومن والنالي بار. واحده والده تفرق ازاي من واحده والده وواحده مش والده خالص من شكل السيرفايكال اس. السيرفايكال اس في البيرس وومن هلاقيه ترانزفيرس او سليت شيب، والسيرفايكال ميكوزا بتاعتها سموث نو اربروفريت نو اربروفريت، يعني ما فيهاش اي تفرعات، تبقى السيرفايكال ميكوزا سموث. لكن النالي بارا بقى السيرفكس بتاعها ما فيهوش سكار خالص، والاكسترنال سيرفايكال اس از راوندد، وفي نفس الوقت السيرفايكال
ميكوزا بيبقى فيها فولز اللي بسميها اربور فورتي ابيرانس. طيب الابورشن بقى يعني ايه؟ الابورشن الابورشن هو evacuation of الابورشن اسمه اجهاض خلاص. الابورشن هو evacuation of الجرافيد uterus content and determination of البريجنسي انهاء الحمل قبل وقت الفيابيلتي اللي احنا قلنا عليه اللي هو 28 اسبوع. يبقى هو انهاء الحمل قبل 28 اسبوع قبل مدته تكمل. طيب ليه الابورشن برضو معمل له examination؟ اي دس following الابورشن عموما should be reported to the policy. لازم، لان اسباب الابورشن ممكن تكون ليها اسباب تانية. woman alleging abortion after a blow in a quarrel، واحدة بتتهم الناس ان دول ضربوني عشان يسقطوني. a woman concealing abortion after being charged with it، هي سقطت نفسها وبتداري ده خلاص. a woman alleging physician او midwife او nurse او lay person ان هما ايه سقطوها، ان الفيزيشن ده او الميدوايزر سقطوني. فبالتالي دي حاجات كلها تستدعي التدخل او تستدعي الميديكال ليجال اكزامينشن. ايه التايبس اوف الابورشن؟ عندي ثلاث انواع مهمين جدا ومهم جدا يا جماعه الابورشن. ثلاث انواع من الابورشن: سبونتينيوس ابورشن، ثيرابيوتيك ابورشن، وكريمنال ابورشن. سبونتينيوس ابورشن، ثيرابيوتيك ابورشن، كريمنال ابورشن. spontaneous abortion من اسمه يعني ايه؟ حاجة حصلت تلقائي، pregnancy terminated spontaneously، بيحصل لوحده، وده الموست كومن. كتير جدا اظن بنسمع ان واحدة كانت حامل في الاول وسقطت خلاص. ده بتحصل طبيعي لوحده، اسبابه كتيرة جدا. ممكن تكون اسباب في المذر او اسباب في البيبي، وغالبا بتبقى ان البيبي ده فيه مشكلة او فيه malformation، ومن رحمة ربنا انه يسقط. امال ايه هو الثيرابيوتيك ابورشن؟ هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل دلوقتي. الثيرابيوتيك ابورشن، الثيرابيوتيك من اسمه يبقى هو طبي او الدكتور اللي بيعمله. هو اندكشن اوف ابورشن باي الدكتور فور سيفنج المذرز لايف، دي مشكله عند المذر لو كملت الحمل ده هتموت، وبالتالي انا لازم انهي الحمل ده. ده ثيرابيوتيك ابورشن ما فيهوش اي مشكله قضائيه والدكتور اللي بيعمله. امال الكريمنال ابورشن او الليجال ابورشن من اسمه حاجه كريمنال. هو اندكشن اوف ابورشن فور اني ريزون اذر ذان سيفنج المذرز لايف، انا بعمل ترمينيشن للبريجننسي ده لاي سبب تاني انا شايفه غير ان انا بحافظ على حياه الام. يبقى السبب الوحيد اللي انا هعمله عشانه اجهاض هو حياه الام، انها تكون معرضه للخطر خلاص. اي حد ممكن يعمل الكريمنال ابورشن ده طبعا. في دكاتره كتير بتعمله، في تمريض بيعملوه، في الدايات بيعملوه، اي حد ممكن يعمله الموضوع ده. وطبعا لو الموضوع ده اتعرف ان دكتور بيعمله بيتسحب رخصته. طيب الاسحران سبونتينوس ابورشن هو اندكشن، هو سوري نورمال ابورشن او ناتشورال ابورشن، بيحصل لوحده واسبابه يا اما بتكون ماتيرنال كوزس، زي مثلا واحده عندها hypertension chronic nephritis او adhesions في اليوترس تسببت في انه يحصل اجهاض، او مشاكل في البيبي نفسها malformation او vesicular mole ده سببت ان البيبي ده ينزل. بيريبريزنت 10% من حالات الابورشن. الثيرابيوتيك ابورشن زي ما قلنا هو induction of abortion for saving the mother's life، لان عندها ديسيز او عندها مشكله هتزيد بالحمل ده، زي الهارت فيلير، زي الكلارنت رينال فيلير، او مشاكل من الحمل نفسها لازم تخليها توقف. يعني مثلا بيحصل لها من الحمل اكلامز، تخمم حمل، او بيحصل لها هايبر امسس جرافيتيرا بترجع بطريقه فظيعه لدرجه انها ممكن تخش في ديهايدريشن وتموت، او سيفير هيموريدج. طب وبعدين؟ طب احنا كده هنموت الام وهنموت الحمل، فبالتالي لازم نعمل ترمينيشن للبريجنسي. لو هي لسه في الفيرست تريمستر يعني اول ثلاث شهور، بعمل لها الدي اند سي اللي هي دايلاتيشن اند كيوريتاج اللي هو الكحت. لو في السكند تريمستر بعمل لها ابدومينال هيستريتومي، ان انا بفتح زي القيصريه كده، بفتح وبطلع البيبي خلاص. دول النوعين مفيش منهم مشكله، السبونتينوس اللي بيحصل لوحده او الثيرابيوتيك اللي بعمله علشان انقذ حياه مين. يتبقى لنا مين؟ الكريمنال ابورشن. احنا قلنا الكريمنال ابورشن هو اندكشن اوف الابورشن فور اني ريزون اذر ذان سيفنج المذرز لايف. طيب بيتعملوا ازاي بقى الكريمنال ابورشن بقى؟
حد عايز يعمل ابورشن لنفسه. اول حاجه طبعا اللي هو الجنرال فايلنس، انا بسمي الميثودز جلا، جنرال فايلنس، لوكال انترفيرنس، وابورتيفيشنت دراجز. جنرال فايلنس، لوكال انترفيرنس، وابورتيفيشنت دراجز. الجنرال فايلنس اللي انا ايه بشبهها بميرفت امين فيلم الحفيد، اللي هي تطلع على السرير وتقعد ترمي نفسها من فوق، تقعد تخبط على بطنها، اي حاجه من دول. ودول غالبا ما بيعملوش نتيجه قوي، لان بيبقى الحمل ثابت، فصعب شويه ان هي يحصل منها ابورشن. طيب اللوكال فايلنس، لوكال فايلنس انا هبتدي انترفير من جوه مع البيبي، هعمل انترودكشن اوف الفورين بودي، هبتدي ادخل من الفاجينا فورين بودي بحيث اربشر الممبرين اللي حوالين البيبي وايه وفضي المايه اللي حواليه، فبالتالي البيبي ينزل. زي النيتنج نيدل او القطن ستيك، اي حاجه، ابره الخياطه او عود ملوخيه في الارياف كانوا بيعملوا كده، اي حاجه ممكن تعمل لاسريشن للسيرفكس واليوترس وتخش ترابشر الممبرين، ده معنى انترودكشن اوف فورين بودي. او انترودكشن اوف ايريتانت بلاد، يعني هجيب، يعني ايه ايريتانت بلاد؟ يعني هجيب مثلا حته قماشه او اي حاجه واملاها ماده ايريتانت زي الارسينيك او الميركوري، وابتدي احطها تعمل لي الريتيشن لليوترس وتخلي البيبي ده ينزل، يدخله في كونتراكشن وينزل. او اعمل دوشنج، فورسبل دوشنج بوارم ووتر او باي ماده ايريتانت او بسوليوشن ايريتانت. كل ده الدوشنج ده يبتدي بيخش بعنف جدا، يبتدي يعمل سيباريشن للفيتس والممبرينز بتاعته من جدار الرحم. يبقى يا اما ادخله فورين بادي زي النيدل او الكوتون ستيك فبالتالي ارابشره، يا اما احط ايريتانت بلاج مليانه ماده ايريتانت تبتدي تعمل لي كونتراكشن لليوترس والبيبي ينزل، يا اما اعمل دوشنج فورسبل دوشنج بوارم ووتر او بايريتانت سوليوشن تبتدي تعمل لي سيباريشن للفيتال ممبرين من اليوترس. الدكتور طبعا بيعملوا الكحت، بيعملوا الدي ان سي، ممكن كل ده طبعا بيعمل لي بلاوي، ممكن يدخل لي في ده في لحظه، ممكن يعمل لي بويزنج من الايريتانت اللي بحطها دي، ممكن يحصل سيفير بليدنج، ممكن يحصل لي امبوليزم، ممكن يخش يحصل لها فيجال شوك من السيرفايكال دايلاتيشن والسيفير بين بتاعها، فبالتالي الست دي ممكن تموت في اي لحظه. خلاص ده بالنسبه لللوكال فايلنس. او اخر حاجه الدراجز اللي بتتاخد، دراجز بتتاخد بتبتدي تعمل لي ابورشن. الدراجز دي هي ملهاش دعوه بالابورشن اصلا، لكن اما باخدها في لارج دوز بتعمل لي ابورشن. ازاي؟ في ثلاث انواع من الدراجز، نوع اسمه ايكوبوليكس دراجز، ايكوبوليكس، احفظوا اسمائهم كما هي. الايكوبوليكس دي اعرفوا بس هي بتعمل ايه. الايكوبوليكس دي بتعمل دايركت ستيميوليشن لليوتراين كونتراكشن، بتدخل اليوترس في سيفير كونتراكشن زي الطلق اللي بيجي ساعه الولاده، فبالتالي يحصل ابورشن. الادويه دي زي الارجوت، زي البروستاجلاندين والاوكسيتوس. تاني حاجه الاميونوجوجاس، الاميونوجوجاس دول دراستيك بيرجتيف، يعني ايه؟ وظيفتهم ان هم بيعملوا كونتراكشن للكولون، بيحفزوا الكولون قوي، يحصل له كونتراكشن فبالتالي يحصل ضيارية. اليوترس بنسميه، هنعرف بعد كده ان هو عضو غيور قوي، يعني لما الكولون حوالين اليوترس يحصل له كونتراكشن فاليوترس كمان يخش في كونتراكشن، فبالتالي هو اما يحصل الدراستيك بيركتيف دي تدخل في يوتراين كونتراكشن فبالتالي يحصل الابورشن. زي مين؟ الكاستر اويل والكروتون اويل والكولوسانس. تمام. اخر حاجه لوكال ابورتيفيشنت دراجز، ودي عبتها زي البوتاسيوم بروبنجانات، ودي حاجات بتتحط لوكال بتعمل سيفير في السيرفايكال ارثريشن وفاجينال بليدنج. خلاص يبقى الميثودز اوف اندكشن، الفكره الكريمينال ابورشن من اهم الموضوعات، من اهم الموضوعات لان هو الاساس بتاعنا في الطب الشرعي. احنا قلنا الابورشن هو ترمينيشن اوف بريجنسي قبل ال viability، قبل ال 28 اسبوع. انواعه يا اما حاجه سبونتينوس بتحصل طبيعي لوحدها، يا اما وده بيمثل 10% من حالات الابورشن،
يا اما حاجه ثيرابيوتك من اسمها حاجه طبيه بعملها علشان سيفنج المذرز لايف، ودي بتبقى نتيجه اسباب في الام خلاص، زي الايه كرونيك نفرايتس، زي سوري زي الرينال فيلير، زي الهارت فيلير، او زي الاكلامسيا او الهايبر امسيس جرافيديرم، وده الدكتور اللي بيعملها. الكريمينال ابورشن هو ترمينيشن اوف البريجنسي فور اني ريزون اذر ذان سيفنج المذرز لايف، اي حد ممكن يعمله، يا اما جنرال فايلنس، يا اما لوكال انترفيرنس، او ابورت افيشنت دراجز. طيب ايه بقى الدينجرز اوف كريمينال ابورشن؟ ايه المشاكل بتاعت الكريمينال ابورشن؟ ايه الديس هيحصل من ايه؟ او الكومبليكيشن بتاعتي هتبقى ايه؟ يا اما ايرلي يا اما ليت. الايرلي طبعا ممكن يحصل شوك، طبعا هيحصل شوك، ممكن يحصل هايبوفوليميك شوك من الهيموراج اللي هيحصل، ممكن نتيجه السيرفايكال دايلاتيشن زي ما احنا قلنا او الدوشنج يحصل فيجل شوك او نيوروجينيك شوك فتموت، ممكن طبعا يحصل سيفير هيموراج. الهيموراج ده يا اما وانا بدخل وبعمل اعمل بيرفوريشن لليوتراس يحصل هيموراج، ده بسميه البرايمري هيموراج، يا اما يحصل سكندري هيموراج نتيجه ان حصل سبسس، حصل سبسس فبالتالي عملت كلوتنج، وبعد كده حصل ديسلوجمنت اوف الفورم كلوت دي فعملت بليدنج، يعني بعد ما حصل كلوت حصل لها ديسلوجمنت من مكانها وابتدى يحصل بليدنج خلاص. طيب الامبوليزم طبعا ممكن يحصل امبوليزم، اير امبوليزم او امنيوتيك فلويد امبوليزم، او بويزنج طبعا من الابورتفيشال دراجز اللي احنا خدناها دي ممكن تحصل منها بويزنج، وليت انفكشن ان هو يحصل الانستيرايل انسترومنت دي تدخلني في سبسز وتعمل لي انفكشن خلاص. ده بالنسبه لموضوع النهارده، يا رب تكونوا فهمتوه. الابورشن يا جماعه مهم جدا جدا، لازم اعرف البريجنسي ازاي اعمل له دايجنوزس، والدليفري برضو الريسنت دليفري والاولد دليفري، دول الحاجات المهمه جدا. زي ما احنا قلنا البريجنسي هعمل له دايجنوزس ازاي، وايه ميديكال ليجل اسبيكتس بتاعته اساسا، والدليفري برضو الريسنت والاولد، وليه بعمل له اكزامينيشن او ليه بعمل له دايجنوزس، والابورشن زي ما احنا قلنا الديفينيشن بتاعه وانواعه، والسكريمنال ابورشن هنعرف ايه الكومبليكيشن بتاعته او الميكانيزم اوف ديث بتاعته، وايه هي الميثودز بتاعته زي ما احنا قلنا الجلا الجنرال فايلنس واللوكال انترفيرنس والابورت افيشنت دراجز. شكل السيرفكس افرق ازاي بين السيرفكس في النالي بارا والمالتي بارا، مهم الفرق ما بينهم، ممكن تتسالوا فيه شفوي ان شاء الله، كان لينا عمر وكان فيه شفوي. ربنا كريم، ربنا يعدي الايام دي على خير، وكل سنه وانتم طيبين. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل كويس.